مشاهدينا ورجعنا لكم مع بعض بعد الفاصل. دلوقتي طبعا كلنا بنشوف الحال اللي وصل ليه المستشفيات من سيء الى اسوأ. طبعا في عجز في كل شيء، في الاجهزه، في الخدمات الصحيه والطبيه للمرضى. طبعا كلنا بنشوف كمان العجز المادي اللي بيعاني منه الاطباء وقسم التمريض في كل المستشفيات. ده طبعا ما بيخليش الخدمه توصل بشكل جيد للمواطن اللي بيدخل المستشفى، يعني بيعاني من كل شيء، من علاج في بعض النقص وبعض الأخطاء. يعني مشكلة بتبقى على الجميع، على الطبيب وعلى المواطن. طلبة من كليات طب عملوا مبادرة اسمها إشراقة خير لتطوير المستشفيات الجامعية، وجابوا بعض الأجهزة الحديثة. هنشوف معاهم النهاردة إيه اللي هم قدروا يعملوه لتطوير المستشفيات. هيكون معانا النهاردة دكتور حسام الراوي، الطالب بطب الأسنان جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. كمان معانا دكتور عمرو خرخيش، طالب بطب بشري جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. طبعا حاجه مهمه جدا يعني اللي انتوا قدرتوا تعملوها، وان شاء الله ربنا يقدركم وان انتوا يعني تعمموا الفكره دي على كل المستشفيات. بس ايه السبب اللي خلاكم تعملوا ده؟ يعني شفتوا ايه وخلاكم دفعكم بقوه ان انتوا تعملوا يعني المبادره، مبادره اشراقه خير لتطوير المستشفيات الجامعيه؟ ايوه بس احب اكمل على البدايه الاول. هي الفكره كلها ان احنا كان في مجموعه من الطلبه، هم زمايلنا دلوقتي، هم نواب يعني، وقتها كانوا في سنه سته. فاحنا عندنا في طب انت من سنه رابعه بيبدا ندخل بقى في الكلينيكال، بنبدا ننزل المستشفى وكده. فاحنا قبل كده كان كل السنين اكاديميك ودراسه كتب خلاص يعني. فلما تنزل المستشفى بتحس قد ايه يعني المرضى مثلا اللي هو زي بتتعذب، الخدمه الصحيه غير كافيه ابدا. فهم مثلا سنه سته خلاص اللي هو سنه التخرج، عايزين يقدموا حاجه يسيبوها للمستشفى دي بعد ما يمشوا. انت فاضل لك سنه امتياز، بعد كده تبقى نايب. فمثلا قرروا حاجه بسيطه جدا، طب ما نلم فلوس مثلا من اصحابنا ونجيب كراسي متحركه للمستشفى، حاجه بسيطه جدا. فقام قالوا لدفعتهم واصحابهم واتفاجئوا ان هم مثلا جلموا 7500 جنيه. الرقم رهيب، مبلغ كبير. وجابوا 17 كرسي متحرك للمستشفى. طيب لما الفكره دي، طب ما نستمر في الفكره دي، وما طبعا ما كناش متوقعين الاستجابه دي. فقالوا خلاص ما نعمم الفكره دي على كل الدفعات. ده انا لو لميت مثلا جنيه من كل طالب في كل دفعه هيبقى معايا مبلغ رهيب جدا. ودي بقى كانت البدايه، ان احنا وقتها كان اسمنا حمله ثواب. ودي كانت يعني دي بعد كده قعدنا نتطور لحد ما وصلنا للشكل الحالي اللي احنا فيه اللي هو جمعيه اشراقه خير. طيب دكتور حسام، عددكم قد ايه في المبادره؟ 2001 على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه يعني في جامعات ثانيه غير جامعه عين شمس يعني انضمت ليكم في المبادره؟ احنا عندنا لجنه اسمها لجنه انتشار في الجمعيه. هو زي ما بدا قال، هي كانت حامله في الاول، بعدين حاليا احنا عملناها جمعيه رسميه. في لجنه اسمها لجنه انتشار في الجمعيه، دي المسؤوله عن انتشار الجمعيه، فكره الجمعيه في الجامعات. اول حاجه هي بدات في طب عين شمس، بعدين اتنقلت لطب اسنان عين شمس، بعدين صيدله عين شمس، بعدين طب المنصوره. ابعد مدى وصلنا له طب انا، ده ابعد حاجه وصلنا لها حاليا ان شاء الله. وده الايفنت اللي هيكون ان شاء الله الاسبوع الجاي في هندسه عين شمس. هيكون ان شاء الله ايفنت على مستوى عالي، هنجمع فيه تبرعات للجامعيه ان شاء الله. وبرده في برده الايفنت اللي بعده، ايفنت اسنان الاسبوع اللي بعده على طول لمده 3 ايام. هتجمعوا برده فيه تبرعات؟ لا، ايفنت اسنان احنا مركزين لانه عدد اسنان قليل. فاحنا مركزين على الطلبه نعرفها هي ليه بتدفع الجنيه ده. هي الجنيه ده ايه اللي عملته اصلا جمعيه اشراقه خير بالجنيه ده؟ فعشان يعني كده فلوسهم رايحه فين؟ احنا بنشجعهم هم هيودوا فلوسهم فين عشان يعرفوا. لانه لسه في طلبه ودفعات جديده لسه داخله، لازم تعرف الحاجات دي كويس عشان تشارك معانا، سواء بمجهود سواء بالجنيه اللي هي بتشارك بيه في الاسبوع. طيب المبادره كلها من كليات طب ولا في كليات تانية معاكم في المبادره؟ لا، واحنا طبعا في الاساس الاول بدانا في طب عين شمس عشان الطلبه اللي هم الطلبه اللي كانوا في سنه سته كانوا في طب. بعد كده لما كبرنا وقدرنا نكون يعني الاساس في طب عين شمس كان قوي، قلنا طيب المستشفى الجامعي ما هو مش محتاج مثلا دكاتره بس، ما هو في ادويه، في حالات، في يعني محتاج صيدله، محتاجين مهندسين للاجهزه، محتاج حاجات كتير. لا هي دي مالهاش علاقه احنا بيها. يعني هو يعني ايه مثلا محتاج ادويه؟ فانا مثلا طب ما ادخل كليه صيدله، هم احسن ناس هيفهموا في الحته دي. مثلا جالي واحد عايز يعمل عمليه في الفك السفلي مثلا، طب ما دي مثلا كليه اسنان. فبدانا نتوسع الاول، دخلنا طب اسنان، دخلنا اشراقه فيها، وهم مثلا هم واخدين حاجه اللي هي اورال اند ماكسيلوفيشال سيرجري اللي هي جراحه الفك والاسنان، الوجه والفكين. الوجه والفكين.
فبس فمثلا لما يجي لنا حاله محتاجه، مثلا كان جالنا حاله فعلا محتاجه ترميم الفك السفلي، برضو طب اسنان هي اللي بتلاحظي الادويه. احنا لاحظنا مثلا الكليه المنظومه الدوائيه في مستشفى الدمرداش كانت برضو محتاجه، فانا ايه مين اللي يقدر يساعدني؟ انا محتاج فاهم الحاجات دي اكتر، فمثلا رحنا صيدله هم اللي فاهمين اكتر ايه الادويه اللي بتستهلك، ايه الادويه الغاليه، ايه الادويه اللي انا اكتر حاجه محتاجها، وهم ساعدوني طبعا ان مثلا الادويه اللي كان محتاجها عندنا قسم الاطفال برضو هم اللي ساعدوني فيها. يعني اللي فيه عجز هم بيمدوكوا بيه. ايوه. طيب كل مجموعه ليكوا فيكوا اكيد ليها دور، يعني كلمونا عن تقسيم المجموعات. هو احنا الاول زي ما قال كانت حمله ثواب ما كانش فيها هيكل للجمعيه، بعدين بدانا ننظم نفسنا والا ما كانش فيه بقى فيه الانتشار ده. بدانا نقسم الجمعيه، كان في رئيس للجمعيه دكتور مصطفى عبده، دكتور مصطفى عبده، بعدين قسمناها للجان، في لجنه الانتشار اللي هي نشرت الفكره في الجامعات، لجنه الماليه دي لجنه مهمه جدا عندنا اللي هي مسؤوله عن لم التبرعات سواء من الطلبه سواء من خارج الكليه خارج الجامعات، في برضو لجنه التطوير دي اللي هي بتنزل مستشفى بتشوف المستشفى دي عايز ايه، ايه الكفاءات اللي ناقصاها، فبتضطر توفر الكفاءات دي، تشوف في سواء في مناظير ناقصه، في اجهزه ايه تاني ناقصه، طب ايه الحالات اللي محتاجه تبرعات عشان نمدها بيها. يعني عندنا برضو لجنه تطوير في اسنان بتشوف الحالات، لان احنا الاجهزه عندنا في اسنان كويسه جدا غير دمرداش، فبتشوف الحالات. يعني احنا لسه مساهمين في حاله عامل ترحيلات كان واقع من دور عالي فحصل له كسر في الفك ب 2500 جنيه، وحاله طفله كان عندها ورم في الفك السفلي برضو وحصل له ترميم بشرايح ب 1800 جنيه. فدي كانت حاجات بسيطه. بعدين بعد كده بدات الاسهامات الكبيره. احنا شاركنا في تطوير الاول، انشانا غرفه العمليات الصغرى. طب هي ايه غرفه العمليات الصغرى الاول؟ غرفه العمليات الصغرى دي اللي بيحصل فيها عمليات صغيره زي مثلا خراج عايز يتشال، غير غرفه الحاجات البسيطه. الحاجات البسيطه. طب احنا معانا مجموعه صور هنبدا نشوفها مع بعض دلوقتي. هاي الصور دي صور استقبال الاطفال الجديد. ده هو احنا طورنا استقبال الاطفال بتكلفه حوالي 129000 جنيه. ده كان وقتها كان اكبر تكلفه 129000 جنيه. 129000 جنيه. 129000 جنيه. ده كان وقتها كان في 2012 ده كان اكبر رقم احنا وصلنا له وقتها. ده كان كويس السابق. جدا يعني بتجمعوا مبالغ كبيره. ما انا اقول لحضرتك لسه في ان شاء الله. في تاني. برضه صور استقبال الاطفال. دي الاجهزه. الاوضه تقريبا بتاخد كام مريض؟ لا هو الاوضه عاده العنبر مثلا ممكن يكون فيه حوالي مثلا حوالي 12 سرير. على كام عنبر؟ انتوا عاملين عنبر واحد ولا لا اكثر؟ لا لا من عنبر؟ احنا طورنا استقبال الاطفال. الاوض دي العنابر دي حاجه ثانيه. العنابر مثلا بيبقى فيه مثلا ممكن في الدور اربع عنابر وكل عنبر مثلا قول 12 سرير كده، بس احنا دي استقبال الاطفال نفسه. طيب دي حاجه يعني مشرفه جدا ان هي تبقى في مستشفيات جامعيه وتبقى بالشكل ده، يعني ما شفناهوش قبل كده في المستشفيات الجامعيه. ان شاء الله في اكتر كمان دايما. يعني في اكتر من يعني. طب انا عايز اسال سؤال، ليه لما بتحتاجوا ادويه بتتجهوا بس لطلبه كليه صيدله ان هم يساعدوكم، ليه ما بتتجهوش لشركات الادويه؟ احنا بنتجه احنا برضو انا مثلا انا عايز طالب الصيدله ان هو فاهم الدواء ده انا عايزه منين. بعد كده اللي بقى في عندي لجنه تمويل، لجنه الفند. ما لجنه الفند دي برضو مسؤوله انها تعمل ديلز مع الشركات. طب انا عايز مش عارف 30 علبه البيوم مثلا، هتجيبهم لي انت بسعر كام؟ طب انا عايز كده انا عايز كده. لكن ما فيش شركات بتديكوا الدواء مجانا؟ والله حسب الديل ما يمشي. ما هو ممكن انت مثلا في الفند انت ممكن تعمل اي حاجه، انت ممكن يكون بسعر اقل، ممكن يكون ببلاش في مقابل دعايه، انت ممكن توصل لاي ديل ان شاء الله. طيب دكتور حسام، كل الحاجات دي ما بتعطلكوش عن الدراسه والمذاكره؟ انتوا في كليات طب يعني عندكم دراسه يعني قويه جدا. هو الحمد لله ما بتعطلناش، احنا جايبين تقديرات كويس جدا الحمد لله. هي اصلا يعني اول لما حد يجي يقول لي احنا محتاجينك تعمل كذا، انت فاضي؟ حته انت فاضي دي لا والله انا ورايا امتحانات، ففي غيري يسد مكاني. فهم بيحطوا كذا حد في المكان ده بحيث انه لو حد مشغول في الدراسه التاني يعوضه. بعدين احنا في كذا كليه مش كليه واحده، ففي كذا كليه ده معنى كده انه الامتحانات مش في وقت واحد. فده بيساعدنا اننا بنكمل بعض. طيب دكتور عمرو، دلوقتي هل في خطه زمنيه بتمشوا عليها عشان تغطوا المستشفيات وتغطوا كل يعني اللي انتوا عايزين تعملوه؟ هو اكيد انا مثلا انا بالذات انا شغال اكسون اتش ار في لجنه الفند، فلجنه الفند دي عايزه بتحط دايما خطه سنويه احنا هنعمل ايه. انا مثلا عليا تارجت السنه دي، احنا فعلا عليا تارجت السنه دي اللي هو انشاء هي رعايه مركزه في المستشفى.
الانشاء من جديد. فانا طيب انا عايز، احنا عايزين، احنا عندنا اي مستشفى العالميه بيكون عدد سراير الرعايه المركزه 15%، لكن احنا في الدمرداش عندنا اقل من 6%، ما يتعداش 30 سرير. طب انا عايز اعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا عايزين نعمل 6 سراير. احنا معانا برضو بعض الاجهزه. ده جهاز ايه؟ ده اللي هو دي المونيتورز والفنتليتورز، ده كان يعني تارجت تاني. والاجهزه دي جبتوا التمويل بتاعها منين؟ برضو من التبرعات فقط؟ احنا عندنا بقى لجنه التطوير. ما هي لجنه التطوير فايدتها الاول بتعمل اول سيرفي في المستشفى، تعرف ايه اكتر قسم متضرر، ايه اكتر قسم محتاج مساعده، ايه الحاجات اللي ناقصه. بالظبط. وتعرف بقى ايه الشركات اللي بتقدم لي ده، وايه الشركه اللي تديني اقل سعر واحسن جوده. وبقى بقى ينزل الفند يكلم الشركات، يعرف ايه احسن ديل ممكن اوصل له عشان نقدر نجيب الاجهزه دي. بس بنوصل ان شاء الله لاحسن، يعني اقل سعر واحسن جوده. ايه اولوياتكم؟ يعني الفلوس لما بتجمعوها بتبقى ايه اول حاجه انتوا هتعملوها في خطتكم؟ هي طبعا اول حاجه خالص ان احنا هدفنا الاول هو تطوير مستشفى الجامعي. تاني حاجه عندنا بقى ايه الحالات، عندنا مثلا اللي هو عايزين نطور المستشفى باي طريقه، الادويه. بس اول حاجه خالص هو تطوير المستشفى الجامعي. يعني انا عندي النهارده اللي هو زي ما قلنا انشاء الرعايه المركزه، ده يبقى اللي هو التوب برايورتي، بعد كده ابقى اقسم الحاجات الثانيه. طيب دكتور حسام، ايه المستشفيات اللي قدمتوا فيها خدمات واتطورت فعلا؟ هو احنا رؤيتنا ان احنا نطور مستشفيات مصر كلها. بس اللي دلوقتي اللي حصل ايه اللي اتطور دلوقتي؟ تركيز على مستشفى الدمرداش. في طب هنا برضو لسه جديده، لسه بلم التبرعات، فبيكون فيها انجازات تانية ان شاء الله. في طب المنصوره برضو نفس الكلام. اللي حصل في مستشفى الدمرداش بعد غرفه العمليات الصغرى كان استقبال الباطنه، طورناه ب 36000 جنيه. بعدها قلنا احنا مش لازم نقتصر على المستشفى بس والعمل الطلابي بس، لا احنا هنجمع تبرعات. كان حصل ساعتها مجاعه الصومال في اخر 2011، فقررنا نشارك في الحاجه دي، فعملنا حمله لجمع التبرعات عشان الصومال، لمينا 70000 جنيه. وبرده عملنا معرض الكساء ده فيه فايدتين. اول حاجه اننا بنساعد اي حد فقير عايز يشتري ملابس باسعار رمزيه. تاني حاجه الاسعار الرمزيه دي بعد ما بتجمع بتروح لاشراقه خير، بتساهم في اللجنه الماليه. فجمعنا 45000 جنيه وديناهم الصومال، وبكده احنا كسبنا جايزه افضل عمل تطوعي في الوطن العربي في خواطر 7 استاذ احمد الشقيق. انتوا بجد بتجمعوا مبالغ كبيره، يعني كانت 10000 اكيد يعني. بتغطي يعني حاجات كتير ممكن تتعمل. طيب دلوقتي دكتور عمرو، خطتكم اللي جايه هتكون ايه وفين؟ والله احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك التارجت اللي جاي هو انشاء وحده رعايه مركزه. طيب انا عايز 6 سراير. السرير هو مش سرير بس، هو سرير ومونيتور وفنتليتور. سعر السرير الواحد يتراوح ما بين 200000 ل 250000. يعني انا التارجت بتاعي السنه دي محتاج مني 1,400,000. لو قسناه باخر تارجت اللي هو كان غرفه المناظير، انا جبت منظارين كان كله 220000. طبعا في واضح ان في جاب كبير جدا بين التارجت اللي فات والتارجت ده. فانا عايز اخرج من اطار فكره اللي هو جنيه من كل طالب في الاسبوع. طبعا هو ده يعني بيسهم بمبالغ رائعه، بس عايز اكتر. فاحنا مثلا ايه جبنا عندنا دلوقتي احنا حساب بنكي اللي هو 77240 بنك فيصل فرع غمره، برضو بناخد عليه ممكن تبرعات. حد يبعت لنا تبرعات مباشره. طب عايزين نسال برضو على صفحه على الفيسبوك عشان اي حد عايز يتواصل معاكم واي حد عايز يتبرع. عندنا ليه صفحه ليه اسمها اشراقه خير، هي معاكم عندنا مع الكابتن موجوده لو نزلوا على شريط تحت اشراقه خير بالعربي، وفي رقم برضو تحت. بتكتب بالعربي. طيب تمام، ان شاء الله نتمنى ان كتير من الساده المشاهدين هم يتبرعوا ان شاء الله للمبادره. وبشكركم على وجودكم معانا النهارده، دكتور حسام الراوي طالب كليه طب عين شمس، شكرا ليك. ودكتور عمرو الخرخاش الطالب بالطب البشري جامعه عين شمس، نورتنا النهارده في نهارك سعيد، وبشكركم على وجودكم معانا. مشاهدينا قصص فقرتنا، بس لسه مكملين معاكم نهارك سعيد.